يضرب ما كرهش غادي على القضيه اللي قالنا السميراوي ديال ان احنا عامين وحنا ساكتين ومنها نوصل للهجره. هنا كيجي السؤال، واش السميراوي ملي كان كيهضر في الندوه ديالو واش ما متبعش الملف ديالنا؟ هادي شهرين ديال البويكوت او لا كيروج مغالطات عن قصد؟ صراحه شخصيا ما عرفتش شكون اللي اخطر. ومنها نجي للهجره. تخيلوا معايا دابا الطالب عايش هاد المحنه كامله مع الوزارات اللي خصهم يكونوا وصيين عليه، وخا هكاك كيناضل لان تبقى له 7 سنين وهو عارف ان 6 سنين غتسمح له بالخروج اوروبا يمشي يمارس في ظروف احسن بزاف، وخا هكاك حنا باغيين كنضلوا على 7 سنين. اذا واش حنا خارجين على الهجره كما تم ترويجه؟ كنظن الجواب واضح. وزيد عليها على واحد المعلومه اللي ما كتروجش، هي ان عدد كبير من الناس اللي كيخرجوا على برا كيديروا التخصص ديالهم على برا كيرجعوا للبلاد. وهاد الحاجه نورمالمون راه لي ستاتيستيك عند الوزارات ولكن ما كيهضروش عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المهدي بن حميدة، المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب الصيدلة وطب الأسنان بالمغرب. اليوم من ضمن ندوة صحفية ردا أولا على جميع المغالطات اللي كما نقدر نقولوا حتى مغالطات كبيرة اللي تروجوا حول الطلبة والنضال ديال الطلبة ديال الطب والصيدلة، ونعاود نوضح الأهم ديال هذه المغالطات حيت حنا أننا نصحح ما يروج له. أولا النضال ديال هذا الطلبة ديال الطب اللي وصل اليوم الى ازيد من شهرين هو واحد النضال اللي كاين باتق واللي كاين بعت من الروح الوطنيه ديال هاد الطلبه هادو اللي خلاتهم انهم يكملوا شهرين على اضراب مفتوح للدروس النظريه والتدريب واضراب الامتحانات على دفعتين. الطلبه اللي قاطعوا الامتحانات بواحد الطريقه اللي هي واعيه وواحد الطريقه اللي هي حضاريه، واللي منهم راسهم ما مشاوش دخلوا الامتحانات جوج المرات وواصلوا في المقاطعه لان عندهم واحد المطالب، عندهم مطالب حول تقيس عدد السنوات التكوين، حول التدريب الاستشفائيه، حول السلك الثالث اللي مازال الامتداد من 2019 وحنا كنطالبوا به، واللي تم توقيع على الاشراك ديال الطلبه من 2019 حتى لدابا، او بالاحرى نخرجوا للطلبه واحد الرؤيه واضحه حول هذا السلك الثالث، وبالاضافه للتعويضات على المهام، بالاضافه الى النقاط العالقه الخاصه بشعبه الصيدله. الاجتماعات الاخيره مع الوزارتين كانت واحد الاجتماعات اللي فيها واحد لو بلوكاج توتال، من لا من ناحيه ديال النقاط، اولا لان الوزاره كترف ما باغاش انها تناقش الرفض ديال الطلبه لهذا القرار تخفيض عدد سنوات التكوين، وبالتالي لما كانش اتفاق في هذه النقطه تيقول لك ما غاديش نهضروا على النقاط الاخرى كاع في مره. هذا ما كيبينش على الحسن النيه في النقاش، وما كيبينش على الرغبه الجاده في الاصلاح واننا نخرجوا من هذه الازمه هذه. اليوم الى الطلبه حددوا واحد النقطه اللي فيها الخلل، واللي بالنسبه ليهم الى كانوا 25000 طالب كما قلت قبلت في الندوه كاملين نايضين ودايرين هذا الشيء كامل في البلاد غير باش انهم كما كنقولوا يهاجروا، راه ما كانوش غير يديروا كاع هذه النضالات، غير يساليو القرايه ديالهم ويمشيو، راهم عارفين هذا الشيء هذا. وكاين الطلبه كيمشيو من السنه الثانيه من السنه الثالثه من السنه الرابعه وسط الكورسيس كيمشيو، فين الاشكال؟ الطلبه راه كيمشيو، ما كاينش اللي كيمنعهم من وسط الكورسيس ديالهم يمشي بالضروره حتى يقبض الدبلوم ديالو عادي يمشي. كاين اللي كيمشيو لفرنسا، كيمشيو لبلجيكا، كيمشيو بزاف ديال الدول، وبالتالي برك من روجوا المغالطه ديال ان الطلبه كيبغيو انهم ينظموا دبلوم باش انهم يهاجروا. كما لا يعقل اننا نبقاو نزيد نروجوا لهذه المغالطه. الملف المطلبي ديالنا راه واضح، ما انا كنتعجب ان الوزيرين ما قارينش مزيان يمكن الملف المطلبي. كيفاش اليوم خارجين كينوضوا يقولوا لنا واش انتم باغيين تدخلوا في الكوميسيون ديال الكونكور داكسي؟ واش بغيتونا نوضوا ونزيدوا نقول لكم الوزاره راكم ما قاريش الملف المطلبي ديالنا؟ راه حشومه وعيب وعار ان الوزيرين ما قراوش الملف المطلبي ديالنا وما عارفينش كيفاش مكتوب. جو هزوه وقراوه الله يجازيكم بخير، كاسبين لانهم خصهم يعاودوا يشوفوا كيفاش ديك الكونكور داكسي كيدوز، وفين وصلوا ديك المحاولات الغش اللي كانوا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل منها، التسريب ديال مباراه الولوج، كيفاش نكملوا في واحد الظروف اللي هي كارثيه. راه الكليه ديال الطب حنا كطلبه كندافعوا عليها من الدخول حتى التخرج،
حنا كممثلين ديال الطلبه كنمثلوا الطلبه من الاول حتى تيخرجوا، وبالتالي الا كنا باغيين نحافظوا على جوده ديال التكوين راه خصنا نحافظوا عليها من الدخول للكليه، ماشي نخليو الظروف كارثيه. حنا ملي كنذكروا على النقطه ديال الكونكور داكسي راه حطينا عليها ضوابط، ما قلناش غندخلوا وما قلناش غادي نعطيو لي ديطاي اكثر. اليوم الطلبه كيتعلموا على انهم خذوا اصفار وهما راه عارفين هذا الشيء، هذا النهار اللي دخلوا على الاضراب كيقول انا ندخل الاضراب المفتوح وعارفين لي ديغا ديالو وعارفين لي سيركونستانس وعارفين لاش يقدر يوصل كما الحل كان يقدر يتحل في اسبوع كما كان يتحل في شهرين كما كان يتحل في 3 شهور. وبالتالي هاد الطلبه هادو راهم واعيين براسهم اش كيديروا، ما كاينش وما كاينش شي واحد في اللجنه الوطنيه اللي كيدير لهم ترهيب ولا كيدير لهم كيقول لهم ما غاديش تنوضوا تدخلوا ما عمرو ما غاديش مشيو ديروا امتحانات. الامتحانات دازوا كانت تقريبا المقاطعه نجحت بواحد 99.90%، ديك 0.01% راهم دخلوا ما كاينش يهضر معاهم وحقهم. الا كان واحد خارج من الجماعه الله يعاونه محقو، ولكن على الاقل انه يكون طالب كيدير شي خطوه كيديرها عن قناعه وعن اقتناع، وهذا هو المبدا اللي كنمشيو عليه. دونك في الاخير كنبغي ناكد على ان الحل ديال هذه الازمه هذه هو الجلوس على طاوله الحوار وتقديم حلول ومحضر اتفاق، وماشي بلاغات وزاريه ولا مشتركه ولا صحافيه، تقديم محضر اتفاق اللي يحضر يرجع للطلبه اللي كيجاوب على الاهم النقاط ديالهم يسنيو عليه ونرجعوا باش كاملين نحبسوا هاد الهضر اللي عايشينه الطلبه دابا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.